هو انت لازم تحلق لعبه؟ ايوه يا ابني طبعا لازم انضفك، امال هسيبك معفن يعني؟ وفيه يعني؟ وفيه يعني؟ قصدي يعني اللي مش عايز اتابعك معايا يا بابا. لا يا سيدي مش هتتعبني ولا حاجه. لا هو صدقني هتتعب، وخصوصا اللي حضرتك هتفضل واقف على رجلك لغايه ما تخلص لي حلاق. يا سيدي وانا كنت اشتكيت لك؟ اسكت بقى خليني ابدا. ما انا مش عايزك تبدا. ما انت بتحب تبقى معفن. جدا. قصدي يعني يا حاج اللي شعر لسه ما طولش عشان نحلقه، سيبه شويه كمان. لا كفايه كده وهحلق لك يعني هحلقك. طب انت تعرف بقى يا بابا اللي انا شفت فيديو امبارح لدكتور بيقول اللي حلقت الشعر بتجيب بواسير؟ بواسير؟ ايه اللي جاب ديل دي؟ ده في مكان والتاني في مكان تاني خالص. يا بابا بقول لك دكتور، هو احنا هنفهم اكتر من الدكتور يعني؟ يلا بس فك البتاع دي. اثبت يالا، ما طول عمرنا بنحلق وما جراش حاجه. يا بابا العلم اتطور والاجيال اتغيرت، وبعدين يعني يا حاج لما انت تحلق لي الحلاق يعمل ايه؟ ياكل عياله؟ يا ابني العيشه غاليه، ادينا بنوفر اللي نقدر نوفره. يا بابا ده 10 جنيه يعني مش حوار. 10 جنيه؟ هو في حلاقه ب 10 جنيه؟ ده اقل حاجه يا ابني النهارده 20. ما فرقتش يعني يا حاج؟ لا طبعا فرقت، وبعدين انت هتلاقي فين حد يحلق لك احسن مني. ده انا زمان ايام الجيش كنت بحلق لاصحابي كلهم. طب دول صحابك وقابلين على نفسهم كده، انا مالي اروح في رجلين ليه؟ بتقول حاجه يالا؟ لا لا يا بابا انا قصدي بس اللي هتلاقيك من زمان ما مسكتش مقص. ياه من ايام الجيش. شفت من ايام الجيش يعني اكيد نسيت الحلقه. فكني بقى ابوس ايدك. نسيت الحلقه؟ هي دي حاجه تتنسي؟ طب ده انا مره حلقت لواحد صاحبي حته حلقه الكتيبه كلها فضلت تحكي وتضحك عليها. خلاص يا بابا حفظناها. انت بتعيب عليا يا حيوان. لا يا بابا وانا اقدر. طب اثبت يلا خلينا نخلص. مقص. مش ده المقص اللي ماما بتنضف بيه السمكه بابا؟ يا دي اسكت انا عايز انضفك. سكينه؟ هتعمل ايه بالسكينه يا بابا؟ ايه يا ابني اتخضيت كده ليه؟ ده انا هقيف لك بس. تقيف لي؟ هو مش التقيف ده يا بابا كان تقريبا بالموس؟ ما انا يا ابني الصراحه ما لقيتش موس في البيت، وبعدت اشتريها لقيتها غليت، فروحت واخد السكينه ونزلت عند السمكار اللي تحت البيت يحمها لي. ما انت عارف ان هو حبيبي. وحمها؟ ونبقى كده ضربنا عصفورين بحجر، اهو منها قيف لك بيها ومنها امك تستعملها في المطبخ. فكني يا حاج فكني ابوس ايدك، مش عايز احلق خلاص. ايه يا ابني مالك خفت كده ليه؟ يا عم بلاها السكين، خلاص اقيف لك بالمقص. بلال البخاخه. اتفضل يا حاج اجود انواع الميه. هات. طب وايه لازمتها بقى البخاخه يا بابا؟ ما كنت قلت لي اجيب لك اي ازازه ميه وخلاص. انت عمرك حلقت لحد قبل كده؟ لا. امال بتعدل عليا ليه؟ انا اسف يا حاج. اتفضل كمل شغلك. ما تثبت يالا. هو انا كنت اتحركت دلوقتي؟ لا ده انا باكد عليك بس. تفتكر ابوك هيحلق لمروان حلقه حلوه؟ لا طبعا. انت مش فاكر السكك الحديد اللي ابوك كان بيعملها لنا في شعرنا واحنا صغيرين؟ عندك حق. هو انا عمري انسى لما قلت له يا بابا عايز اعمل خط في شعري زي اصحابي. ايه طب ما هو عمل لك الخط. خط ايه؟ ده كان عامل لي خط مارلين في راسي. ده الخط اللي كان عامله لي عندي توك توك. بس احنا برضو مش عايزين نظلم ابوك يا محمد، ده الكلام ده كان زمان، مش يمكن يكون اتعلم. يلا يا عم مروان نعيما. ايه ده يا بابا احنا خلصنا بسرعه دي؟ مش بقول لك زمانه اتعلم؟ لا وكمان شكله بقى محترف، ده خلص لمروان في اقل من 3 دقايق. بس انا ليه حاسس بساعه جايه من فوق يا بابا؟ وانت عملت ايه؟ ساعة؟ لا يا حبيبي لسه عشان انت لسه حالق، بس ما شاء الله الحلقة هتاكل منك حتة. طب شلت لي الشعر الزيادة اللي في الجناب زي ما قلت لك؟ هو انا عملت لك حاجة غير ان انا شلت لك الشعر؟ ايه؟ الشعر يعني الزيادة اللي انت قلت لي عليه. يلا يا حبيبي بقى ايه، قوم خد لك دش حلو كده، بس اوعى تبص في اي مراية من المرايات اللي جوه، المرايات اللي عندنا دي كلها كدابة. يلا قوم. مش بقول لك زمانه بقى محترف. يا عيني يا مروان، ده لو شاف نفسه مش بعيد ينتحر. يلا يا محمد. يلا يا حاج. يلا دورك في الحلاقه. ده اللي هو ازاي يعني؟ انا مش عايز احلق. ما يلا يا ابني بالمره وانا فرش العده كده. لا يا حاج ما نحرمش منك، انا نويت اربي شعري. تربي شعرك؟ ماشي ماشي ما اختلفناش، انا كل اللي هعمله هيفولك بس. ما قلتلكش صحيح، اصل انا ما تخلص يالا. حاضر.
الحق اخلع بقى انا قبل ما يخلص له من دهلي. نعيما يا حماده. الحلقه نورت وشك. بلال طمني ايه اللي حصل؟ ايه في ايه؟ مفيش خالص. مفيش خالص؟ زيرو؟ زيرو. يلا يا بلال دورك. دوري؟ دوري ايه يا حاج؟ لا شكرا. شكرا. هو انا بعزم عليك؟ تعالى يلا. بقولك يا بابا انت مش هتحلق لي. مستحيل 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 على جثتي.